فابلوزيا. مين فابلوزيا؟ فابلوزيا هي مجتمع طلع هون بسوريا مهتمين بالعتاد. مجموعة هي طلعت لما هي جزء من مجتمع الايكولوجيا، الايكولوجيا مهتم بالتعاون والانفتاح الانترنت. فلما تعرفوا على هاي الثقافات الجديدة تبع الاوبن هاردوير، في عنا مهتمين كانوا بهالمجال قالوا انه ليش ما نحن نشتغل كمان على هالشغل. فاول بدايته فابلوجيا، قبل ما تصير فابلوجيا عملوا مجتمع سموه العتاد مفتوح المصدر. صار مجموعة على الفيسبوك، صاروا يدرسوا الافكار تبع الاوبن هاردوير. الفكرة بلشت من اجتماع صار بالجامعة، ألقوا بعد محاضرة يحيى ألقاها يمتين. وين يحيى؟ حكى فيها عن الأوبن لابتوب وين لابتوب بيرتشارد، إنه ليش نحن اللابتوب لما يكون حتى بالكبار، ليش هاللابتوب ما أحسن نعمل واحد الولد الصغير مشان ما نقتل إبداع مثل ما علمونا بالتلفزيون والإهمال والمناهج التقليدية بالجامعة. صاروا يدرسوا أوبن الهاردوير، عم حاولوا يطبقوا مشاريع. في مشروع اسمه مينتي بوست. طب معي سؤال، شو فرق الكيلوجيا عن الكيلوجيا؟ الكيلوجيا هي المجتمع الكبير كله مهتم بالأفكار كلها، فابلوجيا هي جزء من المجتمع المهتم بالهاردوير. الكيلوجيا هي عدة مجموعات، شيء مهتم بالسوفت وير، شيء بالهاردوير، شيء بالطب، شيء بالفن، شيء بتعلم اللغة. البيولوجيا مش متقسم؟ هي الهاردوير عتاد. اي تمام. ما انا اعرف على السوفت وير. هلا السوفت وير في كتير. في كم واحد اشتغل على الكمبيوتر؟ شلون؟ في كم واحد نحن. هلا اشتغلت، حتى جيكم على المشاريع. عم بشتغل. ما المهم دوروا عني، طلع معه مشروع اسمه مينتي بوست. هذا المشروع هو مثلا قطعت انا برنه مقطوعه فيها كهرباء، او بجنانه مثلا ما انا ما قطعت على الكهرباء بجنانه مضطر عليه بدي اشحنه، فمشان ما اروح ادور على فيش وحط الشاحن ما بعرف شو. هي قطعه صغيره نحط فيها بطاريتين وداره بسيطه، تنوصل لو وصلت في USB بتوصل على الموبايل، بصير ياخذ كهرباء من البطاريات ويشحن الموبايل. حاولوا يطبقوها بس لزموا القطعه ما لقوها هون، او لقوا شيء 4000 ليره، فقالوا انه بعدين خلص بعدين. بعدين عملوا عده محاضرات انتشر المفهوم اكثر. بعدين قسموا يجيبوا اردوينو واحد. اردوينو ما في منه هون بسوريا، حسنوا بطريقة ما انه يجي الاردوينو. بلشوا يعملوا عليه مشاريع. اول مشروع عملته سنة هو اسمه جيميل نوتيفاير، بيعطي تنبيه بيرسل على الانترنت، بس يجيك ايميل على الجيميل بيضوي الليل مشان ما تفتح كل دقيقتين تشيك اجا ايميل ولا ما اجا، بس يجي ايميل لحاله بيضوي. ثاني شيء بانه اردوينو واحد صرنا ندوره بيناتنا، عمل مشروع ثاني اشارة مرور، عملوا كمان احنا عملوا اشارة مرور محددات الاردوينو. هلا نحن ما كنا بنعرف شيء عنه، ولغه البرمجه تبعه تكون سهله كثير وبسيطه، يعني ما في داعي تكون عندك القاعده والمعرفه كلها مشان تحسن تشتغل بالبرمجه. هلا كملنا حسنا نأمن قطع منه، كان سميناه فيرست بيج داي. محمود جاب لنا 10 قطع 15 قطعة من الصين، صورنا اياهم وحطينا اياهم على الجروب، هو حطهم على الجروب نحن حاطين عادي. صار القطع بين ايدينا اخذناها وصرنا نعمل هيك ورشات مصغرة بيناتنا. بلشنا بمشروع خلص ما اشتغل المشروع، هو سوى بالويندوز ويندوز دبرنا كثير عملنا ورشة صغيرة
حاولنا نطبق شفنا على الانترنت مش نوع بيعمل حاولنا نطبقه واحنا عم نشتغل طلع معنا لا لا طلع معنا ظاهرة غريبة هو المفروض بس نكبس الزر يزمل صرنا نحن بس نقرب عليه صار يزمل قلنا احنا طلع معنا اختراع صح هيك صعبك ما في أنا أعتقد فوق الزر شوف فوق الزر غير مع هذا الأخبار خايف تطلع الشغلة يا باي خالي حين فوق إياه المشكلة صارت معنا حطيناها على مجموعة العداء طلع إنه عن جد في شيء اسمه المجال المستحث من السنبستان ومبني عليه مشاريع يعني في مشاريع كاملة مبنية على إنه هيك بس الرفيق تشتغل ويرلس نحن ما وقفنا انه خلاص ما زبط مشان كملنا حاولنا وزبط معنا وسوينا بيان ساعتين ونص محصورين بالوقت صرنا نستعمل مشروعين مشروع حساس ضوئي بس تمشي ايدك فوق الحساس بيضوي الليد بقرنة ثانية مشروع انزال لدرجة الحرارة بس تجاوز درجة الحرارة على درجة معينة بصير يزمر ويضوي الليد لأن نحط لها بخاخ مي كمان لازم هي الشباب يشتغلوا بالورشة هلا قبل هي لسه في سرد بيج داي قريبا رح تدرب فيه هلا صار عندنا اردوينو انتاج محلي يعني مو بس نحن اشتغلنا على اردوينو صار في مين عمل اردوينو راشد دوينو انس دوينو شباب راشد سوري ما راشد هون طالب الكترون سنه خامسه بس انا اسمك سوري انا اسمي موجود هون بالقاعه ايه سوري سوري انا اسمي موجود بالقاعه تذكروا راشد كمان هون راشد كمان تذكروا نحن هون صار ما في داعي نشتري صار فينا نحن نساوي الاردن ما في داعي نستنى نجيبه من برا هلا بابلوجيا وين رايح الاردن هلا نحن هدفنا الاساسي انه ننقل المفاهيم الاوبن هاردوير والفاب لاب لسوريا نساوي هي الخريطه ننشر الفاب لاب بكل محافظه يعني اي محافظه يكون فيها فاب لاب بحيث انه اي واحد يحتاج شيء ينزل على الفاب لاب ويسمعه هلا الشغله الثانيه بدنا نعملها هي الشغله اسمها هاكر سبيس هاكر سبيس هي ورشه سريعه يومين او ثلاثه او يوم بيجتمع فيها عدد المهتمين بيساووا مشروع معين او عده مشاريع معينه بنشروها هلا هي هي فابلوجيا هي الموقع الصفحه على الفيسبوك
شكرا هلا بالحقيقه مثل ما شفتوا نحن قدام فرص كثير كبيره حتى نتغير. انا حابب اختم بقصه صغيره انه وين نحن بلدنا من هذا الشيء. مين منكم دائما غسل السيارات؟ الحقيقه في مشكله كثير كبيره انه اما انت بدك تروح على مغسل السيارات تعطل وقتك او انت بدك تجيب واحد يغسل لك السيارة عندك مثلاً أو أنت تغسل لك. بس المشكلة إنه أنت على أي حال بدك تضيع وقت، يعني مضطر إلا بالخيار الوحيد لما يجي شخص لعندك هو يغسل لك سيارة في بيتك. بس المشكلة إنه لما هو يغسل السيارة ما حتكون الغسل مثل المغسل، يعني فيها ذاك الرشاش وإلى آخره. فقبل كم يوم طلع بالطريق بلاقي هذا المنظر. هذا المنظر هو عبارة عن نفس المتنقل، في خزان مي وفي مضخم وفي رشاش وقاعدين عم يغسلوا السيارات وفي اشتراك. خلوني ركز على هون النقطة. الفكرة الأساسية للعتاد المفتوح وين هي؟ أو وين هون؟ شو الصلة بين هذا الشيء اللي كنا عم نحكيه وبين الشيء اللي هلا عم نوضحه؟ هو إنه الناس قدرانة تحل مشاكلها بنفسها. تخيلوا لو هذا الشخص أولاً كان عنده كان في مكان اللي موجود فيه كان في فاب لاب او كان في 3D printer، فهو لسه حيقدر يساوي شغلات اعقد واعقد. بس تخيلوا اكثر من هيك، تخيلوا لو هو فعلا فهمان ثقافه، لو عنده اطلاع على ثقافه الاوبن هاردوير وشارك هذا التصميم. وتخيلوا انه بكل سوريا بلشوا الناس بكل انحاء سوريا بلشوا يجيبوا نزلوا التصميم ويعدوا عليه ويطوروا عليه، ومع الوقت بصير المنتج عم يتطور، عم يصير عندنا مغسل آلي متنقل وعم يتطور مع الوقت، بنفس الوقت الناس عم تعيش وعم تحل مشاكل اجتماعية. فالأوبن هاردوير فكرته هو السبيل لتفعيل نحن قدرتنا على حل مشاكل الواقع. ما الشطارة هلا في كتير شركات مثلا عم تتخصص مثلا بالتكنولوجيا المتقدة تبعية الأبواب تبعية البصمات مثلا للمولز الكبيرة. الأوبن هاردوير هو مشان حل مشاكل هدول. الأوبن هاردوير هو لحل مشاكل الناس المسحوقة، الناس اللي محرومة، الناس اللي عم تعاني من مشاكل وما حدا عم يحلها. للأسف نحن كل منظومتنا التعليمية والمنظومة الصناعية كلها هدفها ما هدفها فعلا تحل مشاكل الناس مثل هدول الأشخاص. هذا الشخص أكيد بجوز كان عم يعاني من مشكلة كتير كبيرة بحياته، كان هو ما عم يلاقي شغل. مثل هالإبداعات المحلية قدرت تغير حياته وقدرت تغير حياة الناس اللي حواليه الموجودين فيه. فتخيلوا قديش فينا نحن نساوي فعلا، قديش ثقافة اوبن هاردوير نحن لما فعلا نطبقها في بلدنا قديش ممكن تعني لتطوير الواقع المحلي وقديش ممكن تحسن حياة عالم. جربنا نحن ما لنا بحاجة انه انت تطلع تساوي دكتوراه بشغلة فظيعة جدا وبعدين بلدك ما يستفيد منها. فهي هي رسالة اوبن هاردوير، وهي الرسالة اللي نحن عم نحاول نشتغل عليها بمجموعة ويكيلوجيا بشكل عام ومجموعة فاردوجيا بما أنه هي أحد مجموعات ويكيلوجيا اللي عم تحاول تهتم بهدول القصص. ومثل ما شفتوا نحن مجتمع مفتوح، يعني نحن قصدي أنتم كلنا نحن مجتمع مفتوح لازم نتشارك كلنا. فحتى نقدر فعلا نصير عنا هذا الحلم إنه يصير نحن فعلا عنا فاب لابز بسوريا، يصير في عنا هاكر سبيسز بسوريا، لازم كلنا نتعاون ونؤمن بهذا الحلم لأنه هو مو بس حلم شخص أو شخصين، هو فعلا حلمنا لازم يكون كلنا ولازم نتعاون عليه كلنا حتى نقدر نحققه. فآخر شيء فيني أقول لكم إنه فبتمنى أنكم إنه تشاركونا بصنع هذا الحلم. مثل ما شفتوا الشباب راشد وأنس هنن كانوا مجتمع فابلوجيا، مجتمع مفتوح تماماً مثل هيك كل مجموعات الكلوجيا الثانية فيكم تطلعوا عليها كلها في عم نحاول نساعد مشاريع ضمن هاي المجالات. فآخر شيء نحن هالأفكار هاي لسه تبعية الأفكار الانفتاح والتعاون. حنحاول خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله نكمل لسه بمواضيع أخرى. اللقاء القادم حيكون عن الطب، كيف نحن فينا نطبق الأفكار الجديدة بالتعاون الأوبن سورس بمجال حساس مثل الطب، كيف فعلا ممكن يساعد هذا الشيء. نتمنى منكم أنه حنحاول هلأ نكمل نقاشاتنا حوالينا المواضيع. شو في عندكم استفسارات، شو في عندكم أسئلة؟ في مجموعة الأساسية مجموعة تيد إكس ماسكس، وفي مجموعات فرعية فيكم تطلعوا عليها. شكرا كثير على حضوركم.